بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بدأنا الأسبوع اللي راح وزي ما وعدتكم إن شاء الله أني كل أسبوع راح أعرض 5 تلميحات لنظام الماك. اليوم إن شاء الله راح تكون كل التلميحات عن الشريط العلوي أو المينيو بار. لو كان عندك أيقونة من أيقونات النظام الأساسية وليس من البرامج اللي أنت مركبها على جهازك، ممكن أنك تحذفها بسهولة بالضغط على كوماند وبعدين سحبها إلى سطح المكتب. بالإضافة إلى أنه بإمكانك ترتيب أيقونات أدوات النظام في الشريط العلوي بالضغط على كوماند وإعادة ترتيبها بالشكل اللي أنت تحب، مع العلم أنه البرامج اللي أنت مركبها لا يمكنك إعادة ترتيبها في الشريط العلوي إلا باستخدام برامج إضافية. في الشريط العلوي ومن قائمة الأوامر ممكن أنك تحصل على خيارات إضافية بالضغط على Alt أو Option، وراح تحصل على خيارات إضافية ما كنت تشوفها من قبل. لما تعمل إطفاء أو إعادة تشغيل لكمبيوترك راح تظهر لك الرسالة هذه، ممكن أنك تلغيها بسهولة بأنك تضغط على Option وتعمل شت داون، بكذا راح يطفى الكمبيوتر بدون رسالة التأكيد. لو حبيت انك تلغي الشفافية اللي موجودة في الشريط العلوي وفي الدوك تحت، مجرد انك تروح للإعدادات وبعدين جنرال وتفعل الخيار هذا، وبكذا راح يظهر لك الدوك والشريط العلوي باللون الأسود الغامق. في النهاية أتمنى إن شاء الله تكون التلميحات عجبتكم، وياريت تعملوا سبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل جديد، وتعملوا متابعة لي في تويتر، وياريت تعطوني رأيكم في الطريقة اللي أنا استخدمها إذا كانت عجبتكم، أو لو كان في أي نصايح في تغييرها ياريت تكتبونها تحت في الكومنت أو تذكرونها لي على حسابي في تويتر. ويعطيكم ألف عافية ونشوفكم الأسبوع القادم مع تلميحات جديدة.